شفنا مباراة صعبة جدا زي ما قلنا في البداية، مبين علينا اللي احنا يعني الحمد لله بنكمل الماتش بالعافية. يمكن أول 20 دقيقة كانت أحسن 20 دقيقة بالنسبة لنا، كنا عندنا أمل إن احنا نخلص الماتش بدري، على أساس اللي احنا كل ما نجيب جون بدري كل ما كان بيبان مساحات عندنا عندهم بنستغلها، لكن كل ما الجون بيتأخر كل ما بنبقى فيه جري أكتر وبذل مجهود أكتر، فهو ده اللي كان قلقنا. لكن الحمد لله اللي احنا عايزينه من الماتش خدناه. اهم حاجه زي ما احنا قلنا في البدايه اللي الثلاثه بونت مهمين جدا يحطونا على راس المجموعه، بغض النظر عن الماتشات اللي لسه هتتلعب يعني بالنسبه لنا في المجموعه. فالحمد لله فوز صعب جدا، وزي ما قلت بالنسبه للاداء ممكن لحد ما يتحسن، لكن النتيجه لو الماتش خلص خلاص بالنسبه لنا يبقى الموضوع صعب. فالحمد لله الثلاثه بونت مهمين جدا على اساس يحطونا في المكان الصحيح اللي احنا اشتغلنا عليها طول الفتره اللي فاتت، والحمد لله خدنا 3 بونت، وده كان شيء مهم جدا بالنسبه لنا. يعني لسه ما ضمناش، لسه بدري يعني، احنا لسه 9 بونت، لسه في المجموعه 9 بونت تانيين ان شاء الله نشتغل عليهم، اللي احنا نشتغل ناخد ال9 بونت ان شاء الله. لكن الكتيم باين ان هم كفرقه كوره احسن، بيبداوا الهجمه ما بيلعبوش كوار عاليه الا لما بيتزنقوا بس. كل ده اشتغلنا عليه والحمد لله لعبتنا قدوا على اكمل وجه. نشتغل على اللي جاي بقى ان شاء الله، اللي احنا نبتدي ناخد البناط اللي احنا توصلنا الاول، وبعد كده ان شاء الله نلعب على شكلنا في المجموعه. لكن زي ما قلت في البدايه ماتش صعب جدا، يعني احنا لو يعني فريش اكتر من كده شويه كنت ممكن تلاقي الماتش اسهل، لكن اللي انا عامل حسابه ان الجري كان كتير جدا ولعبتنا مش ما كانوش في يعني في التوب فورم بتاعتهم، لان طبعا الحمد لله الحمد لله المباراه الاتحاد اتاجلت. لو كانت المباراه الاتحاد اتلعبت كنت هتلاقي الدنيا اصعب من كده، لان اوباما مش 100%، عمر جابر مش 100%، شيكابالا مش 100%، حمزه مش 100%، كل الكلام ده انا بقول ما تكونش اقدر اقوله قبل الماتش، لكن كل الاسماء اللي قلت حضرتك عليها دي كانت بتشتكي. فتخيل لو الاسماء دي مش موجوده، فكنت هتلاقي الدنيا صعبه جدا. لكن الحمد لله بحمد ربنا على المكسب الحمد لله. بالنسبه لزيزو واوباما خلاص عرفنا يعني اتاكدنا ان هو مش هيبدا، فما ينفعش اقعد اوباما وزيزو بالنسبه في بدايه المباراه او اريح زيزو بدري يعني. لكن التغيير بيبقى بالنسبه لاوباما مع شيكابالا وبعد كده نضاي، لكن زيزو من العناصر اللي هو ممكن زي ما قلت قبل كده اللي هو لعيب عنده يعني خبرات كبيره جدا، اللي هو ممكن يوزع مجهوده على التسعين دقيقه يعني. لكن انا ما حسيتش بالاجهاد اللي حضرتك بتقول عليه، لان هو زيزو زي ما قلت لك بيشتغل ويعرف ياخد الريس بتاعه امتى من غير ما تحس بيه، فاعتقد انا ما حسيتش بيه لغايه ما يعني في اخر الماتش لما ابتدى يجيب اخره وقف خلاص، فكان لازم يبقى في تداخل مننا. العقود دي يا جماعه كان لازم اعملها من اول يوم جيت يعني، هو ما حصلش حاجه، هو اللي حصل اللي انا قلت في امبارح تقريبا ان دي خطوه او بدايه اللي احنا استقرار بس مش اكتر ليا وللعيبه يعني، على اساس انت عارف كل يوم او يومين سيفيهات بتتقال وفي الميديا فلان جاي وفلان جاي والكلام ده، فكنا عايزين نقول حاجه اللي احنا لعبتنا مبسوطه الحمد لله، واحنا فخورين بيهم، واحنا بنشتغل يعني بنعمل احسن حاجه عشان نسعد جماهيرنا. فهي الخطوه اللي اتعمل دي كانت المفروض تتعمل من اول يوم، فما لكن ما 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 فيش حاجه قطعيه يعني، ولا قفلنا ولا بندور يعني، فعشان كنوع من الاستقرار بس يعني مش اكتر.